السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية، السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله حرم جلالة سلطان عمان. بكل الفخر والاعتزاز يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في زيارتكم الأولى لبلدكم الثاني مصر. أرحب بحضراتكم في رحاب قصر القبة التاريخي، والليلة يشهد على عمق ومتانة العلاقات المصرية العمانية. اهلا وسهلا بالسيده الجليله، منوره المتحف مصر الكبير ومنورين يا فندم. المتحف هو اكبر متحف لحضاره واحده على مستوى تاريخ الانسانيه. المستشفى أكبر مستشفى سرطان أطفال في العالم، نسبة الشفاء عندنا 71.5%. مرحب بحضراتكم في مدينة الفنون والثقافة، وتحديداً في دار الأوبرا. نرحب بحضراتكم في مركز ثقافي الإسلام في العاصمة الإدارية الجديدة. الغالية، زيارة محفورة في القلوب وستظل دائما في الذاكرة. شرفتينا ونورتينا، وفي انتظار زيارات أخرى متعددة، ودامت دائما العلاقات المصرية العمانية قوية ومتينة وأصيلة.